الصين، فبتنقل بين المدن الصينية، فشفتها في مدينة كوانزو وقلنا بدنا نجرب تقريبا 3 كيلو بذور، وزرعناهم الحمد لله ونجحت، وحاليا في كميات كبيرة جاية على السوق بإذن الله راح تنزرع وراح يكون الحصاد للجميع. الزراعة تاعتها كانت كتير مميزة، ما بتحتاج نوع مخصص من التربة، بتتعامل مع جميع العوامل الجوية، بتنزرع بالصيف وأيضا في الشتاء. لسه في كمان ذرة راح أجيبها ألوان، فيها 6-7 ألوان.